لا تزال مستمرة. الجزائريون يهنئون بعضهم بما تحقق لحد الآن، يقولون إنهم يمكن إنهم حققوا بعضهم ياخو ما كاش منها. عفوا 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 ما كاش منها، ماناش مقتنعين كاع. تقبل تغير نحاو بيون عاودوا داروا بيون واحد اخر، تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع عربيه. حبيتيها بالعربيه؟ انا نشرحها لك بالعربيه، استمع مليح. هي مارس 2019 فارس ود العلم ما إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر ولا بد أن يطعموه الرصاص إذا ثار أو قال لا للكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر. قد اقترب الهنا يوم القصاص وفي الأفق نجم الطغاة انكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر ولا بد أن يطعموه الرصاص إذا ثار أو قال لا للكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر. قد اقترب الآن يوم القصاص وفي الأفق نجم الطغاة انكادر. رأى الشعب فرصته السانحة فشارك في الصفقات الرابحة وهز الحناجر من صمتها بحرية قد علت صافحة. سكتنا سنينا حفاظا على بلاد تحاصرها الرائحة وها نحن نصرخ لم نبدا لنا الصمت شرا من الجائحة. مللنا من الذل في أرضنا ومن قبضة السلطات الطالحة. سئمنا من الفاسدين ومن جرائمهم في المدى الفاضحة. فثرنا كما ثار أجدادنا إلى المجد أمالنا نازحة. طلبنا الكرامة في عيشنا وللعز أنفسنا طامحة. فمن يتحدى مطالبنا ستنتفض الأسود الجامحة لتمحو آثاركم كلها بغضبة حق هنا لافحة. صنعنا من الظلم مزبلة بكم وبأمثالكم طافحة. وأسماؤكم كلها عندنا مسجلة في ذور اللائحة. ربطنا بأجدادنا مجدنا نجدد قوتنا الكاسحة. كما طردوا شر مستعمر سنطرد أذنابه النابحة. هو الشعب يجرف أطماعكم ألا فاسمعوا همسة ناصحة. إذا السيل فاضت به أرضه فلا عقل فكرته راجحة. ولا عاصم اليوم من أمره فنحن هنا اللجاج السابحة. يعيد الزمان بنا نفسه ليرسم لوحته الناجحة ويغرسنا في الثرى شاهدا على حكمكم نغراء الفاتحة. فهيا ارحلوا وارحلوا وارحلوا فإصراركم غلطات فادحة. وقد مارس الشعب في مارس حراكا بأذرعه الكادحة. فكان له النصر عيدا به وما أشبه اليوم بالبارحة. 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 إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر ولا بد أن يطعموه الرصاص إذا ثار أو قال لا للكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر. قد اقترب الآن يوم القصاص وفي الأفق نجم الطغاة انكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر ولا بد أن يطعموه الرصاص إذا ثار أو قال لا للكادر. إذا الشعب يوما أراد الخلاص فلا بد أن يبتلى بالكادر. قد اقترب الهنا يوم القصاص وفي الأفق نجم الطغاة انكادر. لازم الشعب اللي خير، الشعب هو السلطة، ما كاش